اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في كل مكان. اليوم الاجواء جميله والطقس مثالي في ملعب المباراه. اتواجد معكم الان في كبيره التعليق، مباراه من مباريات ديفيجن رايفلز، والكل متحمس لهذا اللقاء. نامل بان تكون هذه المباراه في مستوى التوقعات. الاثاره كبيره هنا، نتمنى بان تستمر هذه الاثاره الى داخل الملعب وان نشاهد مباراه عظيمه من الجانبين. شوف تشكيلة أصحاب الأرض والجمهور في مباراة اليوم. تصل إلى كفارة، كرة هدف الآن. نستعرض لحضراتكم التشكيلة الأساسية لفريق فالكونز. أليسون بيكر في حراسة المرمى، رافائيل فاران سيلعب إلى جانبي باستوري في خط الخلفي، رونو فرنانديز في وسط الملعب، يتواجد في الامام مهاجمين من اجل تشكيل خطوره اكبر على المرمى. كارفاخال مساحة مفتوحة على خط الملعب، والخطر كان كبيرا هنا، وأتى تدخل ينقذ الموقف. رودريجو تحرك هجومي ممكن أن يسفر عن خطورة، والآن قد تصبح فرصة. تصدي بكل ثبات. برونو فرنانديز في تنفيذ الركنية. تصل إلى كفارة. Thank you.
فودن. استحواذ كبير اليوم على الفرق الجانبي فريق الفوكاز، سيطرة واضحة على الوسط وعلى جميع الخطوط، تتكلم عن تحركات ممتازة من اللاعبين حتى هذه اللحظة، تجدهم في كل مكان في الملعب، انتشار ممتاز، مجهود واضح في أرضية الملعب. ربما الفريق غير معتاد على هذا، لكن يجب التحول للدفاعنا. ضغط عليه المنافس لتخرج الكرة إلى خارج الملعب. رافائيل فاران، برونو فرنانديز، باستوني، والآن مع لوكشو. توقيت ممتاز في التدخل، ابعاد الخطورة في هذه اللحظات. تفشل في المرات الثانية بعد مساندة دفاعية تنتهي الخطورة. مجهود في منتهى الروعة إلى يد حارسة المرمى، تتجه الكرة. أندرسون تاليسكا، مجهود طيب في الاحتفاظ بالكرة. تنطلق المباراة مرة أخرى، النتيجة هدف لهدف. إتاحة الفرصة في هذه الكرة. تنطلق الصافرة الآن معلنة عن نهاية الشوط. تغيير للملعب بهذه التمريرة. ويليامسون، الكرة وصلت لفاران. برونو فرنانديز، اعتراف ناجح في هذه اللقطة. توماس بارتي، تمريرة تمر قريبة وتخرج من الملعب إلى رمية التماس. لوكشو، توماس بارتي، فودين يرسل الكرة. الله على التصدي. توضح لك سوء الفريق في الشق الهجومي وهو السبب تأخره في النتيجة في هذه المباراة. إذا أرادوا العودة في المباراة لابد من التحسن في الثلث الأخير للعودة.
الضغط العالي ينجح قد تصبح فرصة خطيرة. برونو فرنانديز وصلت لرودريجو، وصلت إلى كونكو، تصل إلى الكرة، تدخل مثالي في توقيت مثالي لتصل الخطورة، وصلت يابي، الله كيف تمكنت من هذا التصدي؟ كرة كانت قريبة جدا لكنها تمكنت من إيقاف الخطورة. ركنية تنفذ إلى حدود المنطقة. برونو فرنانديز وصلت إلى شواني. الله على تدخل يحبس الأنفاس هنا. باستوني والآن عند ويليامسون. رافائيل فاران ملعوبة إلى فرنانديز. رافائيل فاران تشاوميني الجماهير تهتف الآن. دقائق أخيرة، البحث عن هدف تعديل الكفة. هذا وقت المساندة والتشجيع. خوان كوادرادو الآن 10 دقائق فقط تصل على نهاية اللقاء. تقترب المباراة هنا لنهايتها والضيوف يتقدمون في النتيجة وعليهم الحفاظ على التقدم. فرصة في هذه اللحظات لحسم المباراة. من فرصة كان خطيرة. قرار هنا
بالتمرير وبالتالي التوجه الى مقاعد الاحتياط. خمس دقائق تفصلنا عن فاصلة نهاية المباراة. يا سلام الله على المرور روبو فرنانديز. تصل عند كوادرادو. خوان كوادرادو. الفريق الفائز يحاول كسب مزيد من الوقت خلال التمريرات العديدة في وسط الملعب والتي قد تصيب الفريق الآخر. تنصح تقدم الآن من جديد. دقيقة واحدة والمباراة بدأت. صافرة النهاية لتعلن عن فوز الضيوف في مباراة اليوم. مباراة كانت صعبة مشاهدينا، الفوز ما كان فيها بسهولة.